أهلا بكم في تواصل دوت كوم. أغلق متظاهرو ذي قار مبنى ديوان المحافظة وأعطوا مهلة للمحافظ والقيادات الأمنية حتى يوم غد الثلاثاء لكشف مصير الناشط المختطف سجاد العراقي وباقي الناشطين المختطفين، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة بسبب تواطؤها مع الميليشيات. دعونا نتابع المقطع التالي من أمام مبنى محافظة ذي قار. يا من حرم تحب بلادك هذا وتخيلك، كل دوار الساحة اليوم سجاد بيدك، ورجع وشيل بكل زود رايتهم بيدك، ما نتراجع لا هيهات. يوم الثلاثاء نتي عن سجاد، ماكو اللجنة الأمنية تقدم استقالته، ما تفيدني. هذا ما نحمينا اللجنة الأمنية من محافظها إلى قائدها. الساعة 12:05 هذا الشرطة ما بلغنا بالنتيجة مع سجاد. لا لا ثلاثة، احنا نشرب احنا نشرب 12 بالليل بعد ما ماكو اي نتيجة لا يبقى محافظ، لا قائد شرطة، لا مستشار، لا نائب. وقد اعذر من انذر، وثاني يوم اذا لقيت المحافظ او قائد الشرطة مداوم يتحملون كافة المسؤولية. ترجع الناصرية، ترجع الناصرية المربع الاول، ماشي؟ هذا حق والحق يموت عليه، والناس ليه ناصر يده، ومثل ما صنع هاي رسالتنا وصلت، ماشي عمي؟ امشي شباب يلا، هاي رسالتنا. نستعرض معكم بعض التغريدات التي غرد بها الناشطون دفاعا عن محافظة ذي قار وثوارها من التهديدات التي تطالها بسبب موقف أبنائها تحت وسم الناصرية أفقرتهم الصواب. دعونا نتابع هذه التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. زايد العصاد قال: كل هذا العداء للناصرية لأنها رفضت الخنوع ورفضت بيع الثورة والمتاجرة بها، لأنها رفضت أن تكون تابعة للتوابع. الناصرية دائما ما كانت رأس رمح الثورة، والرأس لا يمكن أن يكون ذيلا. الناصرية أفقرتهم الصواب. صادق عابد غرد وقال: الناصرية دمرت كيان الأحزاب وهيمنتهم، مقتدى أصبح الطفل المتناقض أمام العراقيين، كل ذلك بفضل الناصرية. أكرم غرد وقال: ولا زالت الناصرية شوكة بعيونهم، بعدين عجزوا عن إسكات صوتها بالقتل والتسقيط، فقد جن جنونهم وأصبحوا متخبطين ويحاولون إسكاتها بكل الطرق، ولكن لم ولن تستطيعوا ذلك، فهي عاصمة الثورة الأبية ونحن على دين الناصرية. إيهاب الشامي غرد وقال: الناصرية خبيثة نعم على كل من يمس بها، وكريمة مع كل من احتضنها، احذروا شبابها، فعشائرنا الكريمة أعطت الكثير من الشهداء والجرحى في الناصرية ولن يتنازلوا عن أبنائهم. الرسالة واضحة، الناصرية أفقرتهم الصواب. استمرار اعتصامات خريجي كليات العلوم المطالبين بالتعيين وتوفير وظائف لهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد، حيث منذ قرابة 4 أشهر على بدء اعتصامهم لم يلاقوا أي استجابة جادة من قبل الحكومة. دعونا نتابع جانبا من اعتصامهم لهذا اليوم أمام وزارة التعليم في بغداد. Oh!
وأطلق الخريجون وبعض الناشطين هاشتاج معتصموا العلوم يستغيثون، عبر فيه المغردون عن دعمهم للمعتصمين وثباتهم على مطالبهم حتى تحقيقها. دعونا نتابع بعض من هذه التغريدات على منصة تويتر. أمير علي غرد وقال: منذ 16/6 معتصمين على الأرصفة تحملنا شتى أنواع الإساءة والتهميش والتسقيط، صامدون ثابتون، الإرادة تصنع المعجزات، معتصمو العلوم يستغيثون. عامر قال: الحكومة تتحمل كل ما حصل، أو أمير قال: الحكومة تتحمل كل ما حصل للمتظاهرين من أساليب في المماطلة والغش والكلام المخدر للأذهان. طلبة العلوم الذين أو الذي هو بالأصل حقهم المشروع تحول إلى مطلب بسبب الأساليب التي تم استعمالها من قبلكم، معتصموا العلوم يستغيثون. محمد غرد وقال: إلى متى نبقى هكذا؟ والله ما نسكت ألا نأخذ حقنا، لو سنة نبقى بالشارع هم راح نترك قضيتنا. منار غررت وقالت: ألم يكفي بكم ظلما للعلوميين؟ ألم يكفي بكم تهميشا لهؤلاء الشباب الأبطال الذين كافحوا سنين من أجل تحقيق ما يتمنون؟ قرابة 116 يوما على الأرصفة في ظل كل الظروف الصعبة من درجات الحرارة والوضع الصحي المزري وكل التحديات الأخرى، معتصمو العلوم يستغيثون. تستمر معاناة الخريجين من كليات وجامعات العراق. نذهب إلى جانب من تظاهرات الخريجين للمعتصمين أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، المطالبين بتوفير فرص عمل وفتح باب الوظائف لهم. دعونا نتابع. نحن أبناءكم وأخوتكم، نفترش الأرض للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي كفلها الدستور لنا. إن كان هذا يرضيكم، فشكرا جزيلا لكم، وإن كان غير ذلك فعليكم الوقوف معنا معلقة على رفوف النسيان يغطيها غبار الظلم وأحلامنا. ثمرت جهودنا يسرقها غيرنا. يا من تدعون الإصلاح، الإصلاح يبدأ بنا. افزع مخك للدم، افزع ولك افزع، بطل كناني افزع موحنا الى الدم، بطل كناني افزع. الكل الشرفاء، افزع موحنا الى الدم، افزع لا فزع لا سيد ولا عم. الله افزع. ومن تعليقات على منصة فيسبوك حول هذا الموضوع نقرأ. أمير يوسف علق وقال: خريج قديم، أعمارنا لا تتحمل تأجيل. أم هدى قالت: خدمة الوطن شرف لنا، أعطونا حقوقنا وأصفونا بتعييننا أسوة بزملائنا ممن تم تعيينهم على ملاك الوزارة، الخريجين المعتصمين من جميع الكليات. سامر أبو كيان قال: الله يحفظكم إن شاء الله، الله يوصل صوتنا للحكومة. أغصان قالت: إن لم تنصفونا مخيرين ستنصفونا مجبرين، كافة الاختصاصات أمام البوابة الخامسة السلميين ما ننسحب. نذهب إلى البصرة، فقد قام مهندسو البصرة بالاعتصام أمام بوابة شركة نفط البصرة مطالبين بتوفير وظائف لشريحة المهندسين العاطلين عن العمل، حيث أغلق المعتصمون بوابة الشركة وطالبوا بتلبية مطالبهم التي هي حق أساسي من حقوقهم بعد سنوات الدراسة والتخرج. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة البصرة. Thank you.
إلى فقرة أنت ترى، حيث وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث عبر هواتفهم النقالة وإرسالها إلى قناة الرافدين. وصلنا اليوم مقطع مصور يبين قيام القوات الحكومية بالاعتداء على خريجي الإدارة والقانونية المطالبين بالتعيين أمام وزارة العدل في العاصمة بغداد، فلنتابع. انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده وصول وفد من وكالة الاستخبارات الكورية إلى مطار بغداد للتحقيق في ملابسات جريمة مقتل أو وفاة أو انتحار مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير. الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، فقد بلغت سفارة كوريا الجنوبية في العراق بقيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق بالتعاون مع شرطة البصرة للكشف عن ملابسات الحادث، وهي بانتظار نتائج التحقيقات. دعونا نتابع هذا الخبر المزيف الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. الصورة أصلا تعود إلى مسؤولين من كوريا الشمالية وليست من كوريا الجنوبية، ونشاهد إحدى النساء مع هذا الوفد أو في هذه الصورة هي أخت زعيم كوريا الشمالية، هم أصلا ليسوا من كوريا الجنوبية. نذهب الآن إلى الهاشتاج. تشرين والطف عملة واحدة. ناشطون أطلقوا هذا الهاشتاج للتأكيد على أن ثورة تشرين هي ثورة استرداد الحقوق، وثورة مظلوم ضد الظالم، وثورة ضد الفساد والاستبداد. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات التي انتشرت على منصة تويتر. حوراء غررت وقالت: تشرين والطف عملة واحدة، بائسون أولئك الذين لا يحملون روح الوطن، لا تقول ماذا أعطاك بل قل ماذا قدمت له، وتراب وتراب خلقك من السلام على العراق الحبيب. أحمد غرد وقال: تشرين والطف عملة واحدة. نعم تشرين والطف وجهان لعملة واحدة، لأن في مطلب كل ثائر من ثوار تشرين نجد قضية خرج من أجلها الحسين عليه السلام. يوسف القحطاني قال: أثبتت ثورة تشرين بأن الكثير ممن يبكون على الإمام الحسين عليه السلام لأجل منفعة الدنيا، لا لأجل الظلم والمظلومية التي حصلت له ولأهله وأصحابه وأتباعه والتابعين له إلى يوم الدين. تشرين والطف عملة واحدة. زينب: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات،
وتسقى بالعرق والدم. تشرين والطف عملة واحدة. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. حرائق ضخمة تجتاح سوريا ولبنان وفلسطين، خلفت قتلى ونازحين ودمارا هائلا في الغطاء النباتي، وتسببت في انفجار ألغام أرضية، ووصفت بأكبر موجة حرائق في بلاد الشام. دعونا نتابع المزيد مع تقرير لموقع إجبلاس عربي. ٢٤٠٠٠ أسرة يمنية نزحت منذ بداية العام الحالي. كيف يعيش النازحون في اليمن في ظل أزمة كورونا؟ دعونا نتابع هذا التقرير مع موقع هيو ميديا اليمن، فلنتابع. أطفالنا من وباء كورونا، ما فيش معانا تعقيمات، ما فيش معانا، كل شيء غالي. يعني الواحد معه 10 جوال، لو اشترى كمامة واحدة ولا جوانتي واحد ما يكفيش. بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس حزب العمال الشيوعي في كوريا الشمالية، انهالت دموع الزعيم الكوري الشاب كيم قائلاً وباكياً بأنه لم يستطع الوفاء بالوعود التي وعد بها شعبه لتخطي الصعوبات الاقتصادية. لم تكن الدموع وحدها حاضرة في الذكرى 75، بل تم الكشف عن صاروخ بالستي. دعونا نتعرف أكثر على هذا الصاروخ مع تقرير لموقع أنا العربي. 이 자리를 비로 지금 이 시각도 악성 바이러스에 의한 병화와 싸우고 있는 전 세계 모든 이들에게 따뜻한 위로의 마음을 보내며 진심으로 마음속 깊이 모든 사람들의 건강이 제발 지켜지고 행복과 웃음이 지켜지기를 간절히 바랍니다. 지지하고 따라주며 자신들의 운명을 완강히 지켜냈을 뿐 아니라 활기 넘친 모습으로
활기 넘친 모습으로 모진 고난과 시련을 강의하게 이겨냈습니다. 햇살처럼 밝게 비춰주고 있습니다. 김종동제를 맞이한 광장에 폭풍같은 만세의 환호성을 높아지고 경의의 축포가 터져올라 10월의 밤하늘가를 아름답게 물들입니다. 하늘땅을 진감하는 저 만세의 환호, 수령숭배의 저 폭발, 누구나 가슴속에 꽉 차있는 생각, 얼마나 기다려왔습니까? الصاروخ هو أحد الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.